Bonjour tout le monde, je suis là comme j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulillah, ربي يدوم علينا النعمة قولوا آمين. دونك في هذه الفيديو نتلاقى مع أعزائي وأحبائي تلاميذ وأولياء السنة الرابعة ابتدائي. هذا نموذج من نماذج اختبارات الفصل الثالث في اللغة الفرنسية. دونك نو زافون سو تيكست، عندنا هذا النص اللي راهو بدون عنوان. دونك هذا الاختبار النموذج هذا منين طلعوه؟ طلعوه من صندوق الوصف كالعادة، والعوايد تلقاو تما روابط بزاف مهمين راح يفيدوكم تاع دروس اختبارات مراجعة وغير ذلك. دونك اول حاجه نطلب منكم انكم تضغطوا على جنب فضلا ليس امرا، واللي ماهوش مشترك معنا يشترك في القناه باش يستفاد اكثر واكثر. ندخلوا دوكا في الموضوع تاعنا ونقراوه. دونك لو اي امبورطونت دون نوتر في ا لا ميزون، جو بوا دو لو بوتابل، جو لاف لو لينج اي لا فيسيل افيك لو دو روبيني، جو تروف لو دوس دون لي فونتين، l'eau de la mer est riche en sel. Donc الماء est importante dans notre vie. L'eau est importante dans notre vie. الماء مهم في في الحياة. À la في حياتنا. À la maison في المنزل je bois de l'eau potable. اشرب الماء صالح للشرب. Je lave le linge، أغسل الغسيل يعني الملابس. Et la vaisselle، الأواني avec l'eau du robinet، بماء الحنفية. Je trouve l'eau douce dans les fontaines، نلقى المياه العذبة وين؟ في les fontaines، معناها المنابع، منبع. L'eau de la mer est riche en sel، مياه البحر هي غنية ب الملح. نروحو دوكا للأسئلة تاعنا. دونك كيستيون، الأسئلة لا بروميير بارتي، الجزء الأول من الأسئلة فيه كومبريونسيون دو ليكري اللي عليه 6 نقاط على فهم النص. دونك دو لي دو بروميير كيستيون سون سور لا كومبريونسيون دو تيكست. دونك يعني السؤالين الأولين على فهم معنى النص، أبخي يجوني أسئلة على دروس تاع لي بوان دو لونغ فوكابيلار، بعد غرامير، بعد conjugaison، بعد orthographe. D'accord، très bien. من بعد كامل جيني لا production écrite. هنا نبدا في لا première question. هنا نعاود ننبهكم احبائي واعزائي اللي مازال ما دارش جام، يدير جام فضلا ليس امرا اكيد. دونك لو je donne un titre au texte، اعطي عنوان للنص. le titre de ce texte est، دونك نكتب عنوان لهاد النص. واش نقولو؟ نقولو لو، الماء. لو tout simplement que tout l'eau elle-même. 2 je réponds par vrai صحيح ou faux خطا، اجيب صحيح او خطا. هنا عندي deux phrases، جملتان A ou B. à la maison je bois de l'eau potable، في المنزل اشرب مياه صالحه للشرب. donc vrai ou faux، c'est vrai tout le toujours le texte تاعنا. je trouve l'eau douce dans les fontaines، vrai ou faux؟ c'est vrai، très bien. donc يقدر يعطي لي هنا vrai vrai، ما تحيروش اذا لقيتوهم vrai vrai وكم متاكدين c'est normal، اذا لقيتوهم faux faux وراكم متاكدين c'est normal، vrai faux faux vrai. donc يقدر يعطينا الاستاذ تاعنا بزاف احتمالات. داكوغ، يقدر يعطيهم لي كامل صحاح كامل خاطئين كيما في هاد النموذج، راهم لي دو vrai، نديرو في زوج vrai vrai. troisième question، السؤال الثالث. نعاود نذكركم اللي مازال ما جاش الجام يدير الجام، واللي مازال ما اشتركش يشترك معنا. دونك 3 je forme un nom d'action à partir de ce verbe، علي نشكل un nom d'action اللي شفنا كيفاش نديروهم من ا partir من خلال هذا الفعل. lave، الوغ واش اللي يولي لي؟ يولي لي lavage. la V نحي ER وندير أج، لافاج، تخي بيان. ألوغ نروح جو كومبليت فلا كيستيون، فلا كاتخيام كيستيون اللي هي على لا غرامير. شوفو واش قالي هنا، هنا سؤال غير مباشر، قالي أكمل. نو لو دو لا مير ني با ريش أون سيل، لا مياه البحر ليست غنية بالملح. بعد قالي وي، هنا نو، هنا وي. دونك كيفاش نقول مياه البحر غنية بالملح؟ دونك واش نقول؟ لو دو لا مير، هنا ني با، دونك نحي ان ابوستروف مع البا
وتولي لي اي ريش ان سيل. داكوغ؟ يعني نحي هادي ونزيد نحي با وتولي لي هكذا. داكوغ؟ ابخي هادية وين نكتبوها كيما راهي نجيبوها قدام وي هنا وي. L'eau de la mer est riche en sel. Est riche en sel. D'accord? هنايا كانت عندنا la phrase négative. لي قريناها bien sûr. شوفوا phrase négative وهنا phrase affirmative. La forme négative et la forme affirmative. هنا منفية وهنا غير منفية. يقدر pardon. يقدر هنا يعكس لي ويدير لي وي من الفوق ويدير لي نو من التحت، يعني نحول نزيد لها نو والبا. داكوغ جيسبيغ تكونوا فهمتوني تخي بيان. سانكيام كيستيون قبل ما نجوزو ليها، نعاود ناكد لكم على الجام والاشتراك فضلا ليس امرا احبائي. جو كومبليت اوكمل جو لافري لو لانج اي لا فيسيل افيك لو دو روبيني تو le linge et la vaisselle avec l'eau du robinet. Donc on dit laverai, laverai, c'est le verbe laver au futur simple conjugué au futur simple avec je. On dit هذا الفعل laver, laver هو فعل من الافعال المجموعه الاولى يخلص ب er هاوليك هو laver مصرف في الفيتور يولي لي laverai مع je. هنا قال لي صرفو مع tu مع tu pardon. Donc on dit lavera AS lavé, donc كتبت lavé هاوليك ونزيد له شنو AS شفنا lavera. Très bien. ندوزو دوكا لا برودكسيون إكريت. هنا لا برودكسيون إكريت ولا قبلها بيان سور عندي لا سيزيام كيستيون اللي متعلقة بالأورتوغراف وهنايا عطينا لو بلوريال دونك حيدخلنا البلوريال فيها. لو إي إمبوغتونت بور لوم إي لانيل. دونك هنايا في الاختبار مش حيعطونا كامل هادوما نحولوهم، يعطونا زود ماكسيموم 3 كلمات حتى 4 باش يتحولوا ماشي كامل هكذا. درتلكم برك المراجعه داكوغ. لو دونك لو كيفاش نحولها؟ لو دونك ال ابوستروف تولي لي او راهي خلاص هي اصلا او ا يو باش نزيد لها اكس. Sont importantes, 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 Mohima, Zidla S. Après, pour très rapidement, l'homme, l'apostrophe, L-E-S, ou homme, oui, ma chérie. Voilà, donc les hommes, nzid la s, et l'animal, donc l'apostrophe tous les, ou animal, tlasna, a l, ou le pluriel, ou mahish min hadouk le kalimat li, nzidou lhom l's, donc tous les animaux, a u x, nahila a l, ou tous les a u x. Très bien, donc nous rachou le tahbir tahna, la production écrite liya. Sur 4 points, je remets en ordre les phrases suivantes. أرتب الجمل الآتية. عندي جمل حيديروا لي واحد الحكاية نرتبهم. Il était une fois un dauphin qui aimait jouer avec les enfants. 2. Il le sauve et le porte sur son dos jusqu'à la plage. 3. Un jour, il voit un garçon en train de se noyer. 4. Enfin, l'enfant retrouve sa famille et remercie le gentil dauphin. Donc, هذا هو الجمل تاعنا. اكيد حنا شكون الاولى كيشوفوا il était une fois هذيك هي الاولى في الحكايات. Donc, هذه la première تبقى la première. هذه الاولى. Après, موراها تجيني هنايا على حساب المعنى. Un jour, il voit un garçon en train de se noyer. Donc, هذه la deuxième. Delta est le deuxième. Il le sauve et le porte sur son dos jusqu'à la plage. C'est le cas où il a fait un peu et il a été chat à la troisième. Enfin, finit l'enfant.
L'enfant retrouve sa famille et remercie le gentil dauphin. أخيرا الطفل وجد العائلة تاعو et remercie وشكر الدوفان اللطيف دوفان الدولفين اللطيف. Voilà أحبائي, donc هذه هي, نتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو, ونتلاقاو في فيديو واحد أخرى, وشكرا لدعمكم والجام أكيد والبارتاج. سلام, بالتوفيق للجميع.